مشاهدينا الاعزاء وين ما كنتم وين ما انتم بنحييكم عبر شاشه التلفزيون السلام واهلا وسهلا فيكم دائما في حلقاتنا المميزه من برنامج اهلا رمضان. اليوم بميز حلقتنا اكثر واكثر ان هي برعايه كريمه من حلويات العنبتاوي. حلويات العنبتاوي اكيد فخر الصناعه الفلسطينيه، حلويات العنبتاوي الصناعه الممتازه والجوده العاليه والحلويات الشرقيه اللذيذه اللي معروف انه سنوات العطاء من عنبتاوي ما وقفت في يوم من الايام بل مستمره. حلويات العنبتاوي اللي وسط فلسطين بكل المحبه استقبلناها، بنقولها كل عام وانت بخير. حلويات العنبتاوي اللي هي موجوده في طول كرم وفي جنين، في طول كرم في شارع نابلس مقابل مدارس الوكالي، اكيد بنوجه لها كل التحيه. حلويات العنبتاوي دائما وابدا اللي هي ما بتحلى اكيد الصفر وموائد رمضان والافطار الا مع حلويات العنبتاوي. مشاهدينا وين ما انتم وين ما كنتوا، اجواء ما بعد الافطار في طول كرم رائعه جدا. خلينا نشوف الناس شو اجواءهم في رمضان خاصه ما بعد الافطار، نسالهم والاسئله اكيد من حلويات العنبتاوي بانتظارهم. خليكم معنا مشاهدينا وين ما كنتوا، نشوف الاجواء وجوائز العنبتاوي. مشاهدينا متواصلين معاكم عبر شاشه التلفزيون السلام اكيد مع حلويات العنبتاوي في برنامج اهلا رمضان، اجواء رائعه جدا، اجواء رمضانيه بامتياز. حلويات العنبتاوي عنوان لكم وين ما انتم وين ما كنتوا دائما عبر شاشه التلفزيون السلام من كل العنبتاوي وحلويات العنبتاوي. كل عام وانتم بألف خير، كل عام وانت بخير. انت بألف خير يا رب. تعرف عليك؟ عاصم شلبي من نور شمس. اهلا وسهلا فيك يا عاصم. الله يخليك. كلك لك عصوم كمان. ايوه عصوم ايوه. معروف دلع يعني. الكنية الكنية هاي. الكنية؟ ايوه. مش دلع يعني؟ لا لا. اهلا وسهلا فيك. كيف شايف الاجواء؟ اجواء بتجنن، ان شاء الله ربنا بعيد على جميع مدينة طول كرم الخير، وكل عام وانتم بألف خير يا رب. هاي في عصومة جتني من ورا. شو قصتك مع عصومة؟ انو سماك عصومة؟ اي طلعها علي علاء الجلاد، نادى علي بحفله لان انا مصور، بضل يقول لي عصوم عصوم، فطلعت علي كل الشعب بيعرفني عصوم عصوم. كل الاحترام. كل الاحترام. اهلا وسهلا فيك. طيب اليوم احنا برنامجنا برنامج اهلا رمضان برعايه كريمه من حلويات العنبتاوي. حلويات العنبتاوي اكيد بتحتاج تفسير، وين موجود؟ في كل فروع العالم. طيب وبطول كرم؟ طول كرم على شارع نابلس من معرض الذهبي. اوكي مقابل مدارس الوكيل. بالضبط. رحت عليها عمرك شو دكتور؟ شيء عالمي حلويات العنبتاوي، ليس مش عارف شو اوصفها بصراحه. خلص مش عارف شو توصفها. لا عندي اكيد 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 الوصف صعب. وحلويات العنبتاوي فعلا يعني نجاح ورا نجاح من كلها. كل عام وانت بخير لحلويات العنبتاوي. طبعا انت حكيت لي كلمه، انا اليوم يعني بالاسئله ما بدي اكون كثير شديد ولا الاسئله الجامده، بس انت قلت لي في كل العالم في فلسطين غير طول كرم وين لها فرع حلويات عندك؟ جنين. جنين. يلا اعطوني اعطوني الجائزه، اعطوني الجائزه. ويا ضرب في الجائزه. خلص. ها ماشي. طيب عصام الشلبي عصوم، عاصم الشلبي عصوم. أيوة. هاي جائزتك من حلويات العنبتاوي. كل عام وانت بألف خير واحلى تلفزيون السلام. وكل عام وانتم بألف خير ورمضان كريم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. حبيبي الله يخليك. مشاهدينا ما بحلى رمضان الا مع حلويات العنبتاوي اللي هي فخر لنا. حلويات العنبتاوي الحلويات اللذيذه من كنافه برمه بين نارين وايضا خدود الست. حلويات العنبتاوي مزيدا من التألق دائما وابدا. كل الاحترام لحلويات العنبتاوي. الشارع نابلس في طول كرم مقابل مدارس الوكالي. كل عام وانتم بخير. انت بخير. عرف عليكي؟ سماح ابو حمدي. اهلا وسهلا فيكي. طيب اخت سماح، يعني احنا بنحكي عن اجواء رمضان خاصه ما بعد الافطار، كيف شايفتيها في طول كرم؟ ما شاء الله عنها حلوه ومميزه. يعني اليوم طالعين تتسوقوا ولا كيف؟ تسوقوا على بدري؟ على بدري. المحلات فاتحه؟ ما شاء الله كله. يلا ممتاز. والبضاعه كيف شايفينها؟ منيحه واسعار يعني معقوله. اسعار معقوله ممتاز، يعني احنا ان شاء الله بنحب تضل هيك نظره الناس للاسواق. وتجارنا اكيد ما بيقصروا، تجارنا كل التحيه لهم، واكيد فوق عاتقهم مسؤوليه كبيره، ان شاء الله ربنا بيسر الامور على المواطن وعلى التاجر. ان شاء الله. اهلين فيك. اليوم برنامج اهلا رمضان عبر شاشه تلفزيون السلام حلويات العنبتاوي، بتعرفيها؟ وين بتعرفي موقعها وجربتي؟ احكي لنا عنها. جربتها في عند شارع نابلس 3 دوار لقدام شويه. رحنا بنروح ناكل كنافه، غادي الاغلبيه يعني اكثر شيء كنافه. كنافه وزاكي؟ ما شاء الله عنهم. ممتاز، هاي كمان شهاده بنعتز فيها اكيد لحلويات العنبتاوي اللي هي حلويات فعلا مذاق رائع وجوده عاليه واسعار منافسه. اهلا وسهلا. اهلا فيك. يلا بنعطيكي سؤال،
ان شاء الله تجاوب عليه صح. جائزتك محليه عن التاوي ان شاء الله بتكون جاهزه ان شاء الله. تمام. سؤالنا، ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ الشيء الذي كلما زاد كل ما يزيد بنقص. طبعا هربوا من حواليك البنات يعني بدل ما يساعدوك، يمكن واحدة بتعرف الجواب بس تقول لك لو قلتيلي. لا جوزي شاطر في هالشغلات اكثر شيء. يلا سامعين السؤال، ما هو الشيء كلما زاد نقص؟ سمعوا سمعوها. العمر. هيكل العمر. العمر هيك سمعتي منهم. الاجابه صح، اجابتك صحيحه. قلت لك لو كانوا هون كانوا سهلوا عليك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكي. شو تكون حلويات على بتاوي؟ كل عام هم بألف خير ان شاء الله والتقدم للامام يا رب. ان شاء الله كل عام وانت بخير. وانت بخير، اهلين والصحه والسلامه. الله يسلمك. مشاهدينا، عطاء مستمر من عشرات السنوات حلويات العنبتاوي، اكيد عنوان لكل بيت خاصه في شهر رمضان على موائد الافطار. حلويات العنبتاوي ما في لها بديل. حلويات العنبتاوي دائما اسم رنان في سماء فلسطين والاردن والمنطقه. حلويات العنبتاوي في طول كرم شارع نابلس مقابل مدارس الوكالي. اكيد حلويات العنبتاوي عنوان لكم لمذاق مميز ولذيذ جدا جدا. كل عام وانت بخير. انت بخير بصحه وسعاده. الله يخليك. كل عام وانت بخير. انت بخير. احكوا لنا اول شيء عن اسمائكم وتعرف عليكم. ايات عليان. اسمك؟ محمود ثمان عليان. اهلا وسهلا. طيب كيف شايفين الاجواء الرمضانيه؟ الحمد لله اجواء حلوه وهاديه، وفي بعض الاشياء اضافات لفانوس الرمضاني، وفي كثير شغلات حلوه. اهم شيء الواحد يحس بالايمان، الروح الايمانيه، هذا اهم شيء برمضان، مش الاجواء بس الاضواء والهاي الشغلات. يا ستي اكيد رساله وكلام معبر ودقيق جدا في شهر رمضان. طيب بالنسبه لك شو كان افطارك؟ افطار اليوم مقلوبة. يلا منيح. وعلى فكرة كثير أنا لحد أنا صرت مصادف ناس ماكلين مقلوبة. المقلوبة هي بتخيلها يعني زينة رمضان ومواد رمضان. الله يسعدك. الله يخليكي صحة وعافية. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. حلويات العنبتاوي بتعرفوها؟ طبعا شارع نابلس. شارع نابلس جربته؟ الحمد لله جربنا، أكلنا كنافة من عندها وكانت كثير زاكية وطيبة. أنت ما؟ تمام ألف. تمام ألف ألف. يلا نروح على السؤال. حلويات العنبتاوي ما بدها كلام كثير لأنه اسم عنوان أكيد بالمختصر المفيد. حلويات العنبتاوي ألذ وأزكى حلويات. خلينا نروح على السؤال. سؤالك دقق فيه شوي. في الأرض أخضر، في السوق أسود، في البيت أحمر، فما هو؟ كمان مرة بس لو سمحت. في الأرض أخضر، في السوق أسود، في البيت بصير أحمر، فما هو؟ الشاي. أنت فكرت وعطيتها الشاي. إجابتك صحيحة وإجابتك صحيحة. بسألك لذيذة تروح طبعا. أكيد آيات عليان من حلويات العنبتاوي. كل عام وأنت بخير. أنت بخير وصحة وسعادة يا رب. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. شو بتقول حلويات العنبتاوي؟ كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله تستمروا على العطاء اللي إحنا تعودنا عليه واللي كثير متميز بكل أشكاله وحلوياته الغربية والشرقية وكل الأنواع. شكرا شكرا لك. مشاهدينا حلوة جدا أجواء رمضان مع العنبتاوي وحلويات العنبتاوي. أحلى وأحلى رمضان. حلويات العنبتاوي خليه خياركم في شهر رمضان. حلويات العنبتاوي في كل زمان ومكان اسم رنان. اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه. تعرف عليك؟ مراد ترك. اهلا وسهلا. الله يسلمك. طيب سيدي اجواء رمضان كيف شايفها؟ يعني لسه البلد ان شاء الله من اول لاخرها كم من يوم تتعبى، ولاد بظل الظروف الاقتصاديه الصعبه انت شايف يعني. ان شاء الله انها تتحسن في الاول قدام. ان شاء الله، وهي الظروف اكيد بدها منا تكاتف وتعاضد ووقوف جنبا الى جنب مصطفين كلنا قياده وشعب من اجل تحدي هذه الظروف. ان شاء الله. اهلا وسهلا. طيب اليوم احنا برنامجنا اهل رمضان برعايه كريمه من حلويات العنبتاوي، بتعرفها؟ اكيد شارع نابلس. شارع نابلس. جربت شيء من عندهم تاكل برمضان او غير رمضان؟ قبل رمضان اكلنا. قبل رمضان؟ قبل. شو اكلت؟ كنافه طبعا. زاكي. شيء مفتخر. كل الاحترام يا سيدي، اهلا وسهلا فيك وشهادتك بنعتز فيها في حلويات العنبتاوي. خليني اسالك سؤال بتجاوب عليه صح؟ سير ان شاء الله. سير ان شاء الله، ماشي. انا رايح بهالحق كلها حزريات. ماشي. الجواب عليه صح بتاخذ جائزتك. يلا. أرى كل شيء ولا يوجد لي عيون، فمن أنا؟ كل شيء تشوفه بس ما لهاش عيون. كاميرا. كاميرا لا. شيء حي يعني؟ لا مش شيء حي، شيء جماد. زي الكاميرا، الكاميرا يعني تعتمد عليها أصلا يعني من نفس فكرتها بس شو هي؟ أرى كل شيء ولا يوجد لي عيون، سهلة. خيارات. هو ده ما فيش خيارات، جرعت الخيارات ممكن اتخوف. بدي يعني انا لما اكون حاططها بشوف فيها كل شيء. لا شاشه انت ما بتشوف فيها. يلا مين يغششه؟
مرأة؟ المرأة يا زلمي، من زمان احكيها يا زلمي. اي خلص يا زلمي اعطيني جائزته. مراد ترك ولا تركي؟ تركي. مراد تركي، هي جائزتك من حليت العنبتاوي. شو بتقول لهم؟ كل عام وانتم بخير، والشعب ان شاء الله كل عام وانتم بخير، نتمنى له مزيد من التقدم والنجاح ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. الله يسلمك، انتم بخير. مشاهدينا بهالاجواء الرمضانيه المميزه عبر شاشه تلفزيون السلام، متواصلين معاكم لنقولكم كل عام وانتم بخير من حلويات العنبتاوي. حلويات العنبتاوي اكيد اسم رنان في عالم الحلويات. حلويات العنبتاوي عطاء متواصل من عشرات السنوات. حلويات العنبتاوي المذاق اللذيذ، المذاق المميز. حلويات العنبتاوي في طول كرم. وين موجود بتعرف؟ في طول كرم، شارع نابلس مقابل مدارس الوكيل. تمام، يلا نتعرف عليك. امن العدوي، اهلا وسهلا. اجواء رمضان كيف شايفتيها؟ ان شاء الله ممتازه حلوه. ممتازه؟ يلا تمام. انتم اليوم ايش طالعين تتسوقوا؟ ايوه ان شاء الله يا رب بتكون اموركم سهله وميسره. شو كان اليوم افطاركم؟ افطارنا كان شيش براك وطبات جبنه. منيح، زاكي زاكي، ممتاز. اهلا وسهلا فيك عبر شاشه تلفزيون السلام. حلويات العنبتاوي عمرك جربتيها؟ اكيد زاكي بتشهي. تمام، برمضان على فكره سفر رمضان وموائد رمضان ما حلوه بدون حلويات العنبتاوي. نصيحه، ضلكم جربوها وجربوها كثير برمضان وبغير رمضان. اهلا وسهلا. يلا بدنا نسالك سؤال بتجاوب عليه صح بتاخذي جائزتك. ان شاء الله. يلا اللي معك اللي معك يساعدوكي. شيء بيحمل اثقال بس ما بيعرفش يحمل مسمار. البحر. هي الله، سفينه. شيء ايش؟ شيء يحمل اثقال وما بيقدرش يحمل مسمار. البحر. بحر؟ البحر. البحر. يعني اللي نقر البحر من اول مصحصح على الاخر، اكيد البحر اجابه صحيحه، ربحتوا جائزة. حكت بنتك يلا يا ستي، هي جائزتك من حلويات العنبتاوي، شو بتقولين؟ كل عام وهم بخير ومن لزاود يعني وازود ان شاء الله. ان شاء الله، كل عام وانت بخير. انت بخير، اهلا وسهلا. اذا مشاهدينا مع هذه المقابله ومع هذه الجائزه نصل لختام حلقتنا اليوم، اكيد من برنامج اهل رمضان. مسابقة أهلا رمضان المميزة معكم، واليوم اللي كانت مميزة أكثر مع حلويات العنبتاوي. حلويات العنبتاوي لا مجال ولا شك بأنها أفضل الحلويات الشرقية بلا منازع. كافة الحلويات الموجودة على العنبتاوي مذاق لذيذ، فخر نفتخر فيه. حلويات العنبتاوي في طول كرم، شارع نابلس مقابل مدارس الوكالي. في رمضان لا تحلى موائد رمضان ولا سفر رمضان دون حلويات العنبتاوي. مشاهدينا لهون نوصل لختام حلقتنا، أكيد نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.